سألوني عليها وجيبوا الاخبارها الى راهي مغبونة ولا مهنية ولا مازال هتجبد عليا ولا خلاص راهي ناسية ما تحكولهاش واش راه صاري فيها ملي نبكي كنت وحشها ماشي لولات لسيتا دير تبغيني. انا كندير فيديوهات ديال لا كوميدي وديال الغناء. المهم شي حاجات فحال هكا، المهم شي حوايج اللي الناس من الاول عجبوهم. كيف ما كتعرفي انا بديت فيديو ديال تقليد ديال اللهجه الفاسيه وكملت فحال هكاك، ومره مره كنغني شي حاجه يا الملحون شي حاجه فحال هكا، والحمد لله الناس كيعجبهم داكشي اللي كندير وبقيت غاده فحال هكا. هو من الاحسن زعما شي واحد لا دار شي شان يوتيوب ولا شي حاجه يكون شي محتوى زوين فحال هكا، واخا ماشي زعما يكون واعر ولكن يكون محتوى زوين. في الاخر كيبقى كل واحد حر، كل واحد يدير اللي بغى، فهمتيني؟ مهما انه عنده شان وكيتابعوه الناس، اذا يا كيضحكهم يا كيدير شي حاجه المهم كتعجبهم، المهم حتى شي واحد ما عنده شي دخل فيه صافي. كل واحد كيشوفو، كاين اللي كيشوفو مزيان، كاين اللي كيقول هذا كيخربق ما عنده حتى شي محتوى ولا شي حاجه. حتى انا كنلقى فحال هكا كيقولوا لي دابا انت شنو كديري، وواحد اخر كيقول لي تبارك الله عليك صوتك زوين درتي فيديو ضحكنا، واحد اخر يشوفني حامضه ولا شي حاجه. يعني كيبقى كل واحد والراي ديالو صافي، هادشي اللي كاين. صراحه غير بالصدفه انا كنت جالسه وواحد السيده قالت لي راه فهمتي شافوا الفيديوهات ديالك وعجبتيهم، وقال لك علاش لا بغاو يختاروك في واحد الدور زوين، واحد المسلسل غيكونوا فيه بزاف ديال لي زانفلونسور وممثلين كبارين وكلشي. الحمد لله كانت اول تجربه مع ممثلين اللي كبارين، عمر لطفي، فاطمة الزهراء الجوهري، كانت حتى الفنانه خوله بن عمران، ممكن بزاف ديال الناس زوينين صراحه. تما دازت التجربه اللي زوينه بزاف، شفت شي ناس اللي كنت شحال هذه. الصراحه انا كنت فان ديال فاطمه الزهراء الجوهري بشفتها، صراحه كانت تجربه واعره وكنتمنى انها تجيني شي فرصه بحال هكاك او كنت. حاليا كاينين فهمتي اقتراحات وداك الشيء، ولكن ان شاء الله يكون خير من هنا للمستقبل. لا صدقوا هو ما صدقوش ماشي مشكل. الصراحه انا كنتاثر بزاف، ولكن داك الشيء كان شحال هادي. اما دابا حاليا وليت كنشوف الحمد لله الناس كاملين كيبغيوني، كاين اللي كان كيكرهني ديجا ما كنتش كنعجبو ما عرفتش علاش، و كيصيفطوا لي دي ميساج كيقول لي ما كنتش صراحه كتعجبيني، ولكن الحمد لله دابا كنشوف اكثريه الحب ديال الناس الحمد لله. كل شوفي كل مره مره ليك مره عليك، مره يتقلبوا عليا ومره كيولي الحب والحنان وكلشي. ديما انا بكايه بزاف فهمتي. شي واحد مثلا تيقول لي شي حاجه ما كندير له والو، صراحه كنقول واش درت لك باش سبيتيني ولا شي حاجه، ما فهمتي. كنبقى وكانت فيا واحد القاعده خايبه مؤخرا، كنت كنبقى نجاوب، قلت والله واللي سبني تنجاوبو، ما كنجاوبوش بشي حاجه، ولكن حتى انا كنعطيه، ولكن قلت لا ما خصنيش نبقى نكون فحال هكا. اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، حيت انا الصراحه كان داكشي كيمرضني شي مره، كيكون شي كومونتير قاصح كتقول دابا هذا شنو درتي ليه باش كيقول لك فحال هاد الهضره، وصراحه كان بعد كنسى عادي كنكمل، واخا هكاك مكمله. وقعوا لي بزاف ديال المشاكل فهاد النهار، دخلت لهاد هادشي ديال الانستغرام والتخربيق هذا، وقعوا لي بزاف ديال المشاكل، ولكن الحمد لله داكشي انني خليني شي حاجه نحبس ما تنحبسش. واخا كنقول شي نهار يقدر يجي شي نهار صافي نسالي من هادشي، ولكن كيعجبني الصراحه وما نقدرش نحبس. شوفي هو بالنسبه ليوتيوب الله يسهل عليهم الصراحه، مزيان راه نقد هذا الشيء. بزاف ديال الناس من البطاله اليوتيوب نقد بزاف ديال الناس من الفقر، علاش لا زعما تشوف شي حاجه. حتى واحد ما كره الفلوس. بالنسبه لانستغرام فيه الاشهارات فيه هذا، ولكن ماشي بحال المدخول ديال اليوتيوب. انا حاليا تنفكر ندير يوتيوب، وعلاش لا. انا كنقول لاي واحد عندك شي محتوى زوين تقدمه دير يوتيوب، وراه فيه الفلوس الانستغرام حتى هو تبارك الله كدير اشهارات للناس، كدير اشهارات لدي مارك،
اللي حتى هما من مور داك لا بوبليسيتي اللي كدير ليهم حتى هما كيخدموا. المهم بحال هكا والحمد لله الفلوس الفلوس راه داخله من يوتيوب الانستغرام. اللي كيطور نفسه في هذا الشيء راه تبارك الله. كاين بزاف ديال الناس اللي كانوا مشهورين بحال امين راغب بحال هذا تبارك الله ولا كيعطي دابا نصائح في اليوتيوب وداك الشيء كيفاش انك تخدم كيفاش انك تجيب فلوس من هاد لي ريزو سوسيو وداك الشيء مزيان. انا ما كنشوف حتى شي حاجه فيها العيب في هاد الشيء انك دير شي حاجه حلال وماشي عيب وتجيب منها الفلوس عادي. الصراحه ما عرفتش فين هذا ولكن انا كنقول ان دي جيفان تبارك الله عليه وظريف الله يعمرها دار وعاملني زوين سواء كمل هذا العمل حيت غير مؤخرا دوى معايا وقال لي فهمتي عنده شي حوايج ديالو يكملهم وهذا. قلت له انا خذ راحتك انا اهم شيء انني عرفته انسان مزيان تعامل معي زوين سواء كمل او ما كملش فانا خديت على داك السيد صوره زوينه صافي. بغات شهر باي طريقه. انا ماشي انا اللي كنقول لهم شهروني ولا كنسعى ولا كنقول لهم مثلا تابعوني بزز ولا شي حاجه. انا الناس الحمد لله اللي تيبغيوني متابعيني واللي ما تيبغيونيش عادي ما غاديش يتابعك ماشي مشكل. انا الحمد لله صوتي زوين هذا الشيء عارفه كل شيء. كندير فيديوهات وكيعجبوا الناس راه تبارك الله كيكون المشاهدات طالعين لي كومونتير زوينين الحمد لله كاينين الناس اللي مزيانين وكيبغيوني. فهذا ماشي انا اللي راه داكشي انا اللي كنعطي اللي هو قدر يشهرني ماشي غير جيت وتشهرت. نهار تشهرت راه بزاف راه المغرب كامل عجبو الفيديو ديال لاله فخيته وسيدي عبد الباقي وهذا. يعني علاش لا ما بغيت نتشهر باي طريقه ماشي فحال هكا كل واحد الراي ديالو براسه. لا 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 بيني وبين شي زواج لاختي لا 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 ابدا لا لا ما كاينش ابدا اختي. شنو شوفي كون كيشبه الكامل اللي سامحيني. شوفي لا دابا حاليا ما كنقولي بالبابا كيسمع قلت لك حاليا ما كاينش هذا الشيء هذا ما كنفكرش فيه. شوفي انا كنفكر في انني ندير ان شاء الله شي مشروع ندير فلوس ماشي انا نتسنى هذا اللي غادي يجي يتزوج بيا هو اللي يخدم عليا ويشري لي الطوموبيل ويشري لي الحوايج فهمتي. انا نشري كل شيء لراسي ونمتع والديا ونعيش معاهم مزيان. انا تاع ندير شي 40 ولا 50 عام عاد نتزوج بغى يجي مرحبا ما كتبش ماشي مشكل عادي المهم نعيش الحياه. بغيت ولكن ما عرفتش واش كنخاف ولا بحال هكا ولكن ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نشارك نشوف دو فويس ولا شي حاجه. انا فايت لي كنت شاركت في دو فويس كنت شاركت هذه تقريبا شي عامين ولا اكثر وكنت صافي غادي نتختار وكنت في طنجة ونعست. شديت الناس من الصباح كنا مشينا للبحر ونعست لقيتهم عيطوا لي 4 ديال المرات وما جاوبش وليت عيطت ليهم وما داك الساعه ما شدت لياش لابيل. موراها ولاو عيطوا لي عاوتاني وما شفتش لابيل صراحه وصافي من تما قلت ما عندي زهر. قلت الزهر والو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.